حدثنا بهز حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت كردوسًا قال: أخبرني رجل من أصحاب بدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت كردوس بن قيس وكان قاص العامة بالكوفة قال: أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب قال شعبة فقلت: أي مجلس تعني؟ قال: كان قاصا